عنده باركنسونز، لأنه الباركنسونز أخف ويعني من ناحية الأعراض ومن ناحية المعيشة. فإحنا نحمد ربنا دايما، نحمد ربنا وخصوصا الناس اللي لسه ما بيعانوا إنه بصحتنا وبهمتنا. العلاج طبعا أول شغلة في العلاج، وما ننسى كمان موضوع النوم. النوم هذا عرض بيكون موجود دايما، اللي هي قلة النوم وصعوبة في النوم والقلق الشديد. لأنه إذا بنحكي عن دوبامين، إحنا ما بنحكي بس عن موصل عصبي بين الأعصاب. الدوبامين مسؤول عن إفرازات هرمونات تانية، هرمون النوم مثلا الميلاتونين اللي بتفرزه الغدة الصنوبرية، بتفرزه من السيروتونين ومن الدوبامين. يعني لازم الدوبامين يكون موجود والسيروتونين يكون موجود عشان نقدر نفرز الدوبامين والميلاتونين وننام. يعني هاي كل الهرمونات بتشتغل وبتركب بعض ومع بعض. فصعوبة النوم هذه مشكلة رئيسية، وهي أنا بتوقع إنه المشكلة الأكبر في مع هذول الناس إنه صعوبة النوم. إذا ما نمنا نوم كافي 6 ساعات أقل شيء في اليوم، 10:30 11 للساعة 4 الصبح، نوم عميق، في هاي الحالة كيف الخلايا العصبية بدها تعيد بناء نفسها؟ ممكن تعيد بناء نفسها، وممكن دماغنا يكبر، ودماغنا في حيز كبير إن نكبره ونزيد النهايات العصبية ونزيد الخلايا العصبية. هاي ممكنة ممكنة ممكنة، بس بدنا نشتغل على الموضوع. ماشي. العلاج اللي هو أفضل أنواع العلاجات لهيك ناس، اللي هو العلاج البيتي. يعني البيت تاعنا من نحوله لمنتجع علاجي لإلنا، اللي نقدر نعالج حالنا لوحدنا بدون مساعدة خارجية. وهو هذا أفضل علاج، لأنه علاج مريح، علاج رخيص، علاج بسيط، وعلاج فعال بزيد من فعاليته عن أي علاجات تانية ممكن تأخذوها خارجية أو عند أصحاب الاختصاص المختلفين. يعني كتير ناس ممكن يتعاملوا مع الحالات هذه ويعالجوها، منها الأطباء، أطباء الأعصاب عن طريق إعطاء الأدوية، منها أخصائي علاج وظيفي، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي نفسي، أخصائي نوم، عدة اختصاصات بيحاولوا يوجدوا العلاجات اللي تخفف الأعراض هذه. فالعلاج البيتي ممكن نقسمه لمرحلتين. مرحلة يعني كل يوم بدنا نقضي 2 ساعة في هالعلاجات البيتية هذه لأي واحد بيعاني من مشاكل عصبية وخصوصا الباركنسون ديزيز. الفترة الصباحية شيء، والفترة المسائية مهمة كتير، اللي هي بتسبق موضوع النوم أساس نقدر ننام. الفترة الصباحية طبعا بيكون في عنا الهمة أحسن، مرتاحين أكثر، أعصابنا مرتاحة، خصوصا إذا نمنا كويس. بس إذا عملنا الجلسة المسائية هذه حننام، حيساعدنا هذا في النوم الكويس. أول شيء التمارين. التمارين كحركات اللي هي حركة عضلات، حركة مفاصل، مشي، هذا بنشط الأعصاب. الأعصاب موجودة والدماغ موجود عشان يعطي إشارات عصبية للنخاع الشوكي، واللي يحرك هالعضلات عن طريق الأعصاب. إذا خلينا الدائرة هذه موجودة، في هاي الحالة بدنا نتحرك، بدنا نعمل تمارين اللي نضلنا نحرك في الأعصاب ونحفز الجهاز العصبي في الدماغ إنه ضله يتحرك. المشي. المشي أول شغلة بدنا نسويها، اللي هي أساسية في العلاج. المشي أفضل شيء إن نمشي حافين القدمين على أسطح خشنة في البيت. نبقى عاملين هيك منطقة نحط فيها رمل، نحط فيها ملح صخري، نحط فيها أي شيء صرار بسيط خفيف اللي هو يكون آمن. وهاي المنطقة أو الحيز 5 متر نمشي عليها ربع ساعة نص ساعة في اليوم، بس مشي عادية. المشي بدها تكون مع محاولة رفع الرأس للأعلى قد ما نقدر. المشي بدها يصحبها حركات في الأكتاف، لأنه هاي الحركات بتكون خشنة، بتكون معدومة عند الناس هدول. بدنا نحاول نحرك أكتافنا وإحنا نمشي،
وبشكل مستقيم ونحاول نضغط على جرينا واحنا نمشي، اللي نحفز الاعصاب والنهايات العصبيه في الرجلين واحنا رافعين، واحنا ناخذ شهيق وزفير شهيق وزفير، وما نوصل حالنا لمرحله التعب. مرحله التعب حتخلي الاعصاب تتعب، احنا ما بدنا نرهق حالنا ولا نرهق الاعصاب. بمشي لي 5 دقائق، حسيت حالي بتعب، حسيت بتعب شويه، بقعد برتاح، بعمل لي كم من تمرين تنفسي. انا بدي ادخل اكسجين، بدي ادخل طاقه، لانه اي واحد عنده مشاكل عصبيه اذا عنده مشاكل في الهرمونات الثانيه، عندنا مشاكل افراز في الغده الدرقيه، عندنا الثيروكسين لا يفرز، ودائما اللي عندهم الدوبامين ناقص معناته الثيروكسين ناقص، يعني الغده الدرقيه خامله عندهم، يعني فيش طاقه في الخلايا. مصنع الطاقة في الخلايا بيعتمد على هذه الهرمونات. إذا مصنع الطاقة في داخل الخلايا ما تنشط في هاي الحالة، أنا بظل متعب، ما في عندي حيل إني أكمل ونعمل التمارين. فبدي أرتاح لي شوية، بدي أخذ شهيق وزفير. لما أخذ شهيق أحاول أحبسه في صدري ابو 5 ثواني 10 ثواني، ولما اطلع الزفير اطلعه وانا مسكر فمي شوي، ضامم الشفتين، اللي يطلع شوي شوي، يعني ادخل 4 ثواني احبس 6 ثواني اطلع 8 ثواني، وهاي العملية لحالها بتخلينا نسترخي. اذا استرخينا معناته في قوة عصبية اني اكمل في الحركات. ماشي، هاي وصفة بتعملوها في الفترة الصباحية. شو كمان ممكن نسوي في الفترة الصباحية؟ الفترة الصباحية بدنا نعمل تمارين الإطالة، تمارين إنه نشد هالعضلات شوية، نرخيها، بدناش خشونة في المفاصل، بدناش خشونة في العضلات ولا في الأعصاب. في هاي الحالة أفضل وضعيات اللي دائما بفرجيكم إياها، بتناموا على الظهر وبتعملوا عدة تمارين بوضعيات معينة خفيفة بسيطة، اللي هي بس عملية تنشيط، برفع إجري شوي شوي، الإجر اليمين الإجر الشمال، بعيد الحركات هذه، بعدين برفع الإجرتين مع بعض لفوق، بحاول أثبت في الوضعية هذه 5 ثواني، تعبت بنزل مع شهيق وزفير دايما، بعدين برفع إجر واحدة وفي الإيدين شوي شوي، بصير أعمل اهتزازات بسيطة 5 ثواني 10 ثواني، بنزل بنتقل على الإجر الثاني شوي 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 وبنزل. حسيت حالي تعبت، برتاح شوي، بحط إيدي لورا هيك، باخد شهيق وزفير شهيق وزفير، ولازم تكون المي موجودة وتضلكم تشربوا مي لما تعملوا التمارين. بعدين باخد إجر وبشد لمنطقة الصدر قد ما اقدر، وبوقف في الوضعية هذه 5 ثواني وبرد ارجع الاجر الثاني، بوقف 5 ثواني، بعدين باخذ الاجرتين مع بعض ومع بعض التنتين بالطريقة هذه وبنزلهم، بكرر هاي الحركات 5 مرات 10 مرات، بستعين بشغلات مساعدة اللي تساعدني على تنشيط العضلات وشد العضلات، لانه من بين الاعراض كمان انه بكون في عندي تصلبات في عضلات البطه، نمنمي وخضران في عضلات البطه، لما اروح بدي انام بحس انه الدوره الدمويه مش قاعده لا بتوصل لا للايدين ولا للرجلين، بصير في عندنا تحجر وتصلب كبير في عضلات الرجلين وخصوصا عضلات السمانه، هذه من الاعراض ومن المشاكل اللي بتخليهم يمشوا بالطريقة هذه. في هاي الحالة أنا بدي أحط البشكير هاد بالطريقة هاي وشوي شوي أرفع وأنزل أرفع وأنزل، بعمل هاي 10 مرات، نفس الشيء بروح على اليمين بروح على الشمال على اليمين على الشمال، بكررها نفس الشيء 10-15 مرة، بعدين بصير أعمل حركات التوائي شوي شوي، تنشيط للعضلات، تنشيط للدورة الدموية، تخفيف الخشونة هاي اللي في عضلات السمانة في عضلات الحوض، تقوية لعضلات الرجلين، تخفيف حدة المشاكل الباطنية ومشاكل الكولون، مشاكل الانتفاخات، لأني في هاي الوضعيات أنا بنشط الدورة الدموية في الرجلين، بشيل هالترصبات هذه كلها، بزيد الضغط للدورة الدموية في المنطقة الباطنية،
بخفف الحمل عن الأجهزة اللي عن القلب عن الكبد عن الكولون. بعمل هاي جلسة العلاج، بعدين برد بوقف بحط ايدي ورا ظهري، بصير ارجع لورا قد ما اقدر، لاني بكون في عندي مشكله في العمود الفقري، بكون في تصلب زي ما حكينا، بكون في عندي انحناء، وانا بدي اصحح النخاع الشوكي اللي التوصيلات العصبيه تكون افضل واحسن، يعني بدي احاول احسن قد ما اقدر. بعدين برفع ايدي لفوق، بحط ايدي بالطريقة هاي، بصير ارفع على اليمين على الشمال قد ما اقدر ارفع، اللي كمان ادرب التوازن لانه بكون في عندي مشكلة في التوازن، فانا بدي اوقف عجر وحدي وارفع قد ما اقدر. طبعا للاحتياط بكون بحد الواجهة، بتكون في عندي مسكي اللي اقدر امسك اذا فقدت التوازن، بس لازم ارفع عجري، لازم اغمض عيني، بعدين اغمض العينين وصير اعمل الحركات هذه اللي اصعبها بالنسبة لتمارين التوازن. بصير ارفع ايدي شوي شوي وانزل شوي شوي وانا مغمض عيني، اللي ادرب الجهاز العصبي شوي شوي. الفترة المسائية موضوع تاني، الفترة المسائية افضل تمارين اللي هاي بدكم تاخدوها كبرنامج يومي زي ما حكينا. الفترة المسائية بتعبوا البانيو اللي عندكم في البيت، اللي كتير منكم حتى ما بيستخدموه ولا عمره استخدموه، في ناس عندهم جاكوزي ولا عمرهم استخدموه. في هاي الحالة انا بدي استغل هالمكان هالبانيو، احط فيه المياه الساخنة، واضيف على المياه الساخنة كأسين من خل التفاح الاصلي الكويس، خلي التفاح كويس كتير لتنشيط للاعصاب، كويس كتير للجلد للعضلات، تخفيف من التعب، وبدي اضيف عليه كمان كأسين ثلاثة من الاملاح الصخرية، الاملاح الطبيعية، املاح البحر الميت، املاح الهيمالايا، افضل انواع الاملاح، وبقعد في هالبانيو بمدد حالي على ظهري وبصير اعمل التمارين هذه اللي فرجيتكم اياها، حرك في جري، حرك في ايدي، ارفع شهيق وزفير وانا قاعد في المية. هذه العملية بتعطيني استرخاء كامل، وكمان قبل ما انسى، اذا بتضيف فعالية اكتر على المياه هذه، بعمل طنجرة وبحط عليها الاعشاب المتوفرة عندي في البيت، في عندي يانسون، في عندي بابونج، في عندي كركم، في عندي نعنع، في عندي زعتر جاف او مش جاف او اخضر مش مشكلة، في عندي عشبة اكليل الجبل، في عندي عشبة اللافندر او الخزامة. هذه الاعشاب لازم تكون متوفرة عند واحد عنده الامراض العصبية هذه، وبغلي مياه ساخنة مع الاعشاب هذه وطنجرة كاملة بصبها في البانيو هذه اللي تعطي المياه وضع استرخاء اكتر، واحس في الاسترخاء واستنشق البخار هذا اللي طالع من المية، انظف الجيوب الانفية، احفز كل الاعصاب عندي سواء اعصاب الدماغية او القحفية او الاعصاب تاعت الرجلين او الايدين، ازيد الدورة الدموية، انشط الدورة الدموية، اخفف الضغط عن القلب، الين الكولون شوي، اخفف الضغط على الكولون. فهذه وصفة لازم تكون موجودة يوميا قبل ما نروح ننام. مع الوصفة هذه بعد ما نطلع من البانيو، طبعا بعد الساعة 5-6 المفروض نوقف عن الأكل ومأكولاتنا.